المدرب السنغالي. هنا الإعادة إبعاد الكرة، تنفيذ ضربة الجزاء لنادر بركاني، أيوب الكعبي يسدد. يا لها من انتقاء، يا لها من انتقاء، يا لها من قدرة عالية لذو الكعب العالي. هنا اسما كبيرا في كرة القدم المغربي أيوب الكعبي، على ماله بهدوء قاتل يسجل الهدف، هدف التعادل في هذه المباراة في مرمى الحارس يعقوب أندياي.